معكم السيده النائب عن ولايه مستغالي السيده تكوك منصوريه. رانا في بيت الوالدين تاع المحظور مول المينيتير سي كريم بودراف. راح تسمعوا مول فيستا ميليتير، راح تسمعوه وتشوفوا بعينكم الحقره ونكذبوا اقاويل الوالي على المباشر مع قناه البلاد. تفضل سيدي. بدا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. اتقدم باسمي وباسم العائله. انا اسمي بودرة كريم، مهندس دوله في التعمير والبناء، رئيس قسم الفرعي للتعمير لدائره بوغيرات. لا حول ولا قوه الا بالله، قد اهنت و ما عندي ما عسى ان اقول حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم اني قد ظلمت. يا هل ترى هل العامل البسيط الموظف العمومي البسيط ياك هذه فيستا ميليتير هذه؟ يا هل ترى يا عباد الله اسمعوا شوفوا هل فيستا تاع السيد اش اي ام شاريها من البالا من الخرده بسعر 2000 دينار 2000 دينار شاريها من البالا من الشيفون، شاريها ب 200 قاعد نقاشها فيه بوندون 20 مينوت بلا اكثر، بيخلي لي 20 ميل باه او موان نكون بريزونتاب حاجه يكون بريزونتاب وهي ماشي بريزونتاب. وجهوا رساله للسيد الرئيس عبد المجيد تبون باش ياخذ له حقه مظلوم. سيد الرئيس ما عندي والو. حسبي الله ونعم الوكيل. عفوا جرينا عليك بوطن عليك، شفنا فيك الجزائر الجديدة، الأمل الجديد، وجرينا ونلحقوا في بلادنا،